قدامه أعظم ناس في الدنيا يترصوا، ومفيش في مصر اتنين من مشته ومقصه، رؤساء دول ونجوم وصحاب فيلل وقصور، قبل الحلاقة وبعد ينبهروا لو بصوا، مقنع مع الأطفال وهب لهم وقته، وأنا لو ما شفتش بعيني ما كنت صدقت. محمود لبيب اسمه ومهنته حلاق، والناس بتحلف بيه ومبهورة بحلاقته. زي حضرتك يا أستاذ محمود. الحمد لله. مرسي ان احنا يعني استضفتنا النهارده في صالونك الجميل ده. ده احنا عاوزين نذبح حاجه. ايوه لا هنذبح ان شاء الله. بس انت بقالك كام سنه في ميدان اسوان؟ من 82. من 82. بس انت اقدم من كده بكتير. لا انا بشتغل بقولك وانا عندي 12 سنه، يعني صرت في الابتدائيه اشتغلت. من الابتدائيه؟ اه. انت غاويها قوي كده. مش غاويه غصب عني، انا مش مزاجي. سقطت في الابتدائية، فابويا قاعد يأنبني ودب دب 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 دب، وانا قاعد اكش اكش اكش، هو قاعد على كنب وانا كنب. وفي الاخر قال لي لو ما انتبهتش من دراستك هشغلها. قلت له اشتغل. قال لي اشتغل ايه؟ قلت له ميكانيكي. ميكانيكي؟ اه. قال لي غور واحترمني من الاوضه. انا عجبتني ميكانيكي، بيطلعوا يدربوا عربيات وبتاع ومش عارف ايه، فقلت دي يعني حلوه. حلوه دي. ها. فخرجني من الأوضة، لقيت ست من والدتي قاعدة في الصالة، هي كانت ما شاء الله كده أهو، بس هي كانت قاعدة بتيجي تقعد في البيت تحكم الأربع أدوار بتوع البيت، رجالة وستات. مسيطرة؟ آه. فبتقول لي يا محمود هتعمل إيه؟ قلت لها أشتغل. قالت لي أشتغل إيه؟ قلت لها ميكانيكي. قالت لي ميكانيكي. كل يوم تيجي متشحم وتستحمى بالجاز وهدومك تتغسل بالجاز، عارف سودت لي الدنيا. فقلت لها يعني، قالت لي ليه ما تشتغلش مزايد؟ هي اللي قالت. قلت لها ما بحبش الحلاقه، لان انا بعمل اغنيه عند عم توفيق في بركه الرد ب 50 قرش انا وابويا واخواتي. كلهم؟ كلنا بنحلق بال 50 قرش ديت، فيعني قلت لها ما بحبش المزايدين ولا بحب الحلاقه، عشان انا ما بحبش شعري طويل، فكل يوم جمعه اروح اشيل شعر. كل يوم جمعه؟ اه. ده ابوك كان شكله شديد حبتين. ما هو كان يعني كان حرس الحدود. كان ايام اللي بيلبسوا الشينات وبيحبوا على وسطهم وبتاع. فطلعت مزيف. اشتغلت عند محل. لا ده هي قالت لي ليه ما اشتغلتش مزيف؟ قلت لها ما بحبش المزيف ولا لا. فهي الحكايه جت بقى ان انا بقيت مزيف، دي انا اللي مش عارفها. لكن قبل كده كنت في محل الشوارب. لا الشوارب دوت اول محل افتحه. ليك انت؟ اه ده بتاعي بقى هناك بقى. بس كان هناك ايجار مش زي هنا، انا خدت ده تمليك لاربع بيبان دول. نخش بقى نقعد في التكييف وتحكي لي بقى كل القصص. ماشي. يلا. استاذ محمود، انت قلت لي ان انت طلعت مزين رغم انفك. هي اللي شدتني. حصلت كده؟ حصلت. انا مع انا ايوه. بس لما ابتديت تتعلم كان ممكن تغير، زي ما 100 شاب بيغيروا 100 شغلانه. وما تقوليش ان انت مش موهوب، والا ما كانتش الناس المشاهير دي كلها تبقى عايزه تحلق عندك. لا وانا ما كنتش اعرف الكلام ده كله، يعني انا في الاول ما كنتش اعرف ده كله. مين علمك بقى؟ انا ما اعتبرش ان في حد معين علمني، انا كنت بقف اتفرج على كل واحد فيهم بيعمل ايه. في واحد بيعمل تدريجه كويسه انا ابقى مركز معاه، وواحد تاني ما بيعرفش يشتغل مع الشعر الطويل ابقى مركز معاه، مش عارف ليه. ما كانوش اجانب الكوافيرات والحلاقين المشهور؟ ما بعد كده ده في 48 ده جم الاجانب كلهم هنا في مصر، لان ايام الحرب العالميه جم هنا، فاحنا استفدنا منهم برضه، يعني اتعلمنا منهم شغل جديد. جم بموضات بقى جديده؟ يعني كانوا اليوغوسلاف والايطاليين واليونانيين، كل دول كانوا جم على مصر وفتحوا محلات كمان. يعني وانا اشتغلت بقى في بعض المحلات ديت، بس انا كنت بشتغل لسه صبي يعني، عارفه المساعد. بس دايما كنت رجالي ولا كنت احيانا حريمي واحيانا؟ حريمي ورجالي كنت بشتغل. انا اللي كنت بروح افتح المحل الصبح في الاول، ومره سبب ان انا سبت المحل بتاع 16 عبد القادر ثروت دوت،
ان انا رحت متاخر، صحابي ثلاثه اصحاب المحل ثلاثه لقيتهم واقفين على الباب والصناعيه واقفين على الباب وانا اللي بفتح يا خبر ابيض، وانت المفتاح معاك. رحت فاتح الباب ودخل. فجاه جمعه المهم صاحب المحل، ما هم ثلاثة أصحاب المحل، في واحد بقى كده أو كرش كده، هو ده راح ضربني بالقلم. إخس، أنا ما شفتش قدامي، أنا لقيت دماغي في بطنه وإيديا دي في الحتة دي. أنا أهو دخلت في كرشه، هو ده ما يطلق علينا، نطيت في كرشه. أه وشديته كده وبتاع، وفضلت أقطعه لي القميص والفانيلا وأنا عمال أضربه. طبعًا. وقمت من ساعتها هو ده. رحت اشتغلت عند واحد اسمه أبو لانين تاني. فواحد صناعي كان برضه عاوز بتاع الحريمي، عاوز اجيب له مشط بنطه من المحطه وانا جاي، فنسيت اجيبه. فبيزعق مين اللي انت نسيت تجيب له مشط البنطه؟ وبيزعق. رحت شايله حاطه في الحته اللي بيقعدوا فيها تحت السلم ورحت حاطه. بس ما شكلكش نرفوز خالص يا استاذ محمود. لا ده لا كنت عيل، انا كنت غلاوي. اه بس عشان يعني كده رفيع. طيب خلاص، ربنا كرمك وبقيت مشهور وفتحت شارع الشواربي الشهير ده. مين اشهر ناس كانوا بيجوا لك في صالون شارع الشواربي؟ كل مشاهير مصر كانت بتيجي يعني. ما يعني انا عشان اقعد بقول لك اسماء بقى، عماد حمدي واخوه كان ليه اخ سفير، كان كمال الشناوي. اقعد عد قولي مين اللي ما بيجيش. لا هو عندك البوم الصراحه يعني؟ لا الالبوم ده كمان ده حديث؟ ده حديث ده. يعني موجود اهي، الرئيس حسني مبارك وزكريا عزمي، بطرس غالي ده كان بره حبيبي، كان ماسك الامم المتحده. مظبوط. وسفرة دول هادي فهمي وحاتم سيف النصر، دول سفرة انا عارفاهم. وحيد حامد الله يرحمه، صور جوه. وعادل ادهم. لا دول صلاح قبيل، نور الشريف، وكاتب وداعا يا صديق العمر الله يرحمه نور الشريف. يعني كل الناس زي ما بيقولوا بالانجليزي كده هو از هو، كل الناس جم الصالون ده. ايه السر؟ انا يعني علاقتي بيهم كاصحاب مش كزباين. يعني الشخصيه اللي بتخليك تبقى عايز تروح ولا القصه الحلوه؟ لا الشخصيه في الاول، وبعدين الشخصيه بتديني ان انا اعمل القصه الحلوه. ومين اللي خلاك تبقى واعي كده ومثقف كده وانت بتقولي ان انت ما اتعلمتش كتير؟ ما اتعلمتش كتير. انا بقول لك في الابتدائيه انا سقطت. ايوه. طب ازاي انا قاعده معاك وانا حاسه ان انا قاعده مع حد واعي ومثقف وعارف وصحفيين امريكان وكل حاجه؟ انا بعد كده رحت السنتر ريال، خدت فرنساوي هناك شويه والمعهد البريطاني شويه. فرنساوي وانجليزي؟ اه يعني عارف، بقيت الملم. اه ليه عايز تتكلم يعني فرنساوي؟ يعني ساعات لما بتبقى قاعده في اجتماع واحنا معانا لينا زمايل بيتكلموا فرنساوي كويس، طب انا كنت يا دوبك ايه برضو بعرف اتمشى شويه فيه. عايز تبقى مواكب العصر او فاهم على الاقل اللي بيتقال. اشهر زباينك اللي كنت بتروح لهم الله يرحمه الرئيس السادات، ومعروف مرتبط اسمك باسمه، وبحلق لابنه جمال لحد دلوقتي. وبتحلق لجمال. من كل زباينك مين اقرب الناس؟ كلهم تقريبا يعني، في اللي ما بقاش يعني ما بقاش صاحبي، بس يعني مش صاحبك. يعني انا ثلاث ارباع زباين انا بحبهم وهم بيحبوني، في ربع ما اقدرش اقول ما حبوش انما ما ارتحلوش، ما يبقاش صاحبي. ده بتحصل حاجه بتاعت ربنا. ما بقاش صاحبي انما احلق له واحلق له زي اي زبون، ما يأثرش عليا مع علاقتي بالدقة. بروفيشنال دي بقى، دي عمل، علاقة شغل. عمل. ما أعرفش عن وأنا جه مرة زبون لأني بحلق العيال الصغير. فبيقول لي ده وأنت دلوقتي مش عارف إيه وبتاع. قلت له ده زبون المستقبل. أنت خلاص حلقت وبقيت كبير يعني، ده اللي زبون المستقبل. المستقبل. آه. فبيفضل الولد عندي لحد ما بيكبر وبيجيب ولاده. طب عمرك حلقت او يعني قصيت شعر ستات؟ اه طبعا، كنت نجوى ابراهيم كنت مقصره شعرها. بجد؟ اه كان دايما قصت شعرها جميله وقصيره جميله. والممثله كانت صاحبه حسين فهمي. انا لا، ميرفت امين. ميرفت امين القمر دي. ما كنت بقصرها. ميرفت امين جميله، احلى واحده في الدنيا. انا كنت بقصرها برضه ميرفت امين.